إن تحرير فلسطين كلها من البحر إلى النهر موضوعيا وواقعيا ممكن، وهو ممكن لا بجيوش تشتري سلاحها من عدوها، بل بمقاومة شعبية مستمرة ومتراكمة كالتي تجري أمامكم الآن. وقد حاولت إسرائيل مداواة ذلك بأمرين: تقسيمهم وتركيز أقسامهم في بؤر ضيقة ومنعزلة أولا، وتسليط بعضهم على بعض ثانيا. فقسمتهم إلى أهل ضفة وأهل غزة وأهل قدس وأهل داخل، ثم قسمت الضفة ثلاثة أقسام أسمتها ألف وباء وجيم، ثم فصلت مدن الضفة بعضها عن بعض، ثم حاولت احتواء الفلسطينيين بالفلسطينيين باتفاقيات سلام وتنسيق أمني وارتهان اقتصادي. ومع كل مواجهة جديدة تزول هذه التقسيمات، وها أنت ترى غزة تنصر القدس، وترى اللد والجليل والضفة تنصر غزة. فإن كل مواجهة جديدة لا تحرج الاحتلال فحسب، بل تحرج كل سلطة تسالمه. الشعب ليس في حالة سلام، فإن أرادت أي سلطة أن تسالم فإنها لا تحكم إلا على موظفيها. وإن كانت أكثر الجيوش العربية تشتري سلاحها ممن يسلح إسرائيل، فإن الفلسطينيين لا يشترون الحجر والصاروخ، بل يؤلفونه تأليفا. وإن استقلال السلاح شرط استقلال الوطن.